حبيبي. يا صباح الفل والفلافل. محمد الحمد لله على السلامة يا حبيبي. الله يسلمك، ايه الحلاوة دي يا عروس؟ اهو انت. فول وفلافل ايه يا واد؟ قول سمك، جمبري، كفتة، كباب، النهاردة فرح اختك. والله انا ظابط على قدي في الوادي الجديد ودي اكلتي المفضلة، والبني ادم مننا ابن بيئته يا ماما. يا حرام، ده انتوا بتتعبوا قوي. ده احنا بنتعب تعب ما بنشوفش اللحمة غير في الاجازات. مساء الخير. دي ياسمين. ياسمين مين؟ بنت طنط جميلة. طنط جميلة مين؟ يا واد بنت عم ماما. طنط جميلة. والله كبرتي يا جميلة و... ياسمين. ياسمين والله كبرتي ياسمين واتدورتي، ده انا ما عرفتكيش. بس ايه رأيك؟ في ايه بالظبط؟ لا اصلي ياسمين اصلي. نعم. تعالى. ايوه تعالى، خلي البنات ياخدوا راحتهم. يلا. طب ما ياخدوه، حد هيشوف. ما تاخدوا راحتكم يا جماعة، يعني ده انا اخوك الصغير مفيش حاجة. معلش تعالى هكلمك بقى. طب هسجلكوا تاني. ايه بس ايه ده وقته يا ماما، ما تسيبيني مع البنات شوية. انا هكلمك في البنات، ايه رأيك؟ عجبتك؟ هي مين؟ ياسمين. ياسمين مين؟ بنت طنط جميلة. طنط جميلة مين؟ لو كانت عجبتك اكلم لك مامتها واخطبها لك. ايه هو ده، انت عايزه تخلصي مني اوام كده؟ ليه يا حبيبي، مش عاوزه اخلص منك ولا حاجه، انا بس عاوزه اطمن عليك قبل ما اموت. بعد الشر عليك يا ماما، ايه القرف اللي انت بتقوليه ده؟ ولا بقول لك ايه، اختك هتتجوز النهارده واخوك بعد شهر هيتجوز، وفاضلش غيرك، عاوزه اطمن عليكوا بقى. ايه رايك؟ في ايه؟ في ياسمين بنت طنط جميلة؟ ايوه. بصي، هي في حاجات كويسه وفي حاجات كده مش ولا بد، هي عامه كده بنت واعة. انت محلوية لي بالقصه دي، ما تجيبي. بصي في بنت كانت واقفه على اليمين مش واعه، اخش اشوف ايه حكايتها. واجي مش واعه يا بنات. والله لسه في سيرتك. طبعا انا قاعد مرمي في الوادي الجديد وانت قاعد هنا واخد كل الدعاء. وحشني. وانت يا رائد اخبارك ايه؟ جيت امتى نقيب من الوادي الجديد؟ من ساعتين. الله ما شفتكش يعني. ما انا كنت هلكان قوي، دخلت نمت لسه صاحي دلوقتي. وقعد معانا كام يوم؟ قول لي بقى، يومين وراجع زي كل مره. فرح اخوك اخر الشهر، لو ما حضرتوش هتضحك، وبعدين الواحد ما بيغلطش ويتجوز غير مره واحده في العمر. لا ما تقلقش، قدمت على مرضي وقعدت في ريفيزك 20 يوم. الا قول لي انت ما عملتش فرحك انت وسلمى ليه مع شاهين ده وساه؟ ايش حال ما كانوش اخوات زيكم؟ ولا انتوا جايين تشحططونا وخلاص؟ سلمى يا سيدي اصرت، قالت لك ده هي ليله العمر تبقى ليله واحده، انا عايز ليله لوحدي. الله، ما هي عندها حق يا ابني، هي الواحده بتتجوز كم مره؟ مش كده ولا ايه يا رائد؟ تمام يا ماما، تمام. طب يلا انا هاخد بقى البنات كلهم واسبقكوا على القاعه. بنات ايه اللي تاخدهم يا صاحبك شاهين؟ وانت مالك ومال صاحبك شاهين؟ ما انا قلت ازنقهم كلهم في العربيه الصغيره عشان اسيب لك العربيه الكبيره يا عم انت وماما والعرسان. تزنقهم في العربيه الصغيره؟ انت ناسي ان انا خاطب ولازم اروح اجيب خطيبتي؟ وتروح تجيبها ليه؟ ما تيجي مع اخوها، ما هيتنقي ليه ياخد العروسه؟ العروسه يا ابني انا هروح اجيبها من عند الكوافير، وبعدين كنا هنجي لكم هنا عشان نطلع ورا بعض في الزفه. الله، والبنات يركبوا مع حسام في العربيه الصغيره. يركبوا مع حسام فين يا ماما؟ يركبوا مع حسام فين يا ماما؟ ما ياخدوا تاكسي ولا يجوا ماشي؟ ما ياخدوا تاكسي ولا يجوا ماشي؟ لا تاكسي ليه، ما انا موجود، هتركب صاحبات اختك في تاكسي وتشحططوا وانا هاخدهم وامشي. انت خالص خالص يا حسام، ما يصحش. البنات قاعدين مع اختك من الصبح، نركبهم تاكسي ينفع ده؟ لا ازاي، اخدهم واروح لخطيبتي اجيبها من عند الكوافير وارجع. هاخد البنات، امر الله. اوعى اوعى يا حسام. تعالى هنا اهو، لما انت هتموت على البنات ما تتجوز بقى وتخلصنا. اتجوز الجواز ايه ونيله ايه؟ مش الجواز ده محتاج ملغيه، كان زماني قاعد بلاغي دلوقتي مع واحده منهم عشان اتجوزها. اديك بوظت النيله يا ابني. يا حبيبي يا ابني يا حبيبي، انت لسه صغير دلوقتي، بكره لما تكبر وتعجز عاوز حد يقعد جنبي، حد ياخد باله مني عشان لما يديني الدواء. مش ده اللي كنت هتقوليه؟ وانا هخش دنيا عشان اخرج منها، انتوا فاهمين الجواز غلط شكلكم. يا حسام هات البنات دي. لا العظيم نسمع مني، البنات دول نعمه. انت ما فيش حاجه في دماغك دي غير سيره البنات؟ يا ترحمنا يا ترحمهم. طبعا ما فيش في دماغي غير سيره البنات، عايزنا نتكلم في ايه والنبي؟ ده هم دول اللي بيهونوا علينا العيشه. طالما كده ما تتجوز. انت كمان عاوزنا اتجوز؟ هو الجواز بقى موضه؟ لا، بس الجواز ده سنه الحياه، يعني حب، استقرار، اطفال. صباح الخير يا حبيبي، صباح الخير يا حبيبتي، دلع دلع. طب ما انا بتدلع من غير حاجه، هو لازم اتجوز يعني؟ انا مبسوط وانا عايش كده، زي النحل وسط الورد. احلى. ده ايه بلب الطموح اللي كله قرص ده؟ هو كله قرص بس في عسل برضه. مين دي؟ معرفش، اول مره اشوفها تيجي النادي. مش اخر مره. هي بنت ده انت جامده جامد. احترم نفسك. حاولت احترمها كتير بس هي ما وافقتش. ما تيجي نحترمها سوا. مين الواد الثقيل ده؟ مين البت الجامده؟ مين الواد ده؟ ده هيثم، عينيه فارغه شبهك بالظبط. اكيد ماما نحله عشان تجيب العسل ده كله. اشكرنا ماما. نحله قلت لك وقتها جاب سيرتك يا فال. لا طالما جاب سيرتي يبقى لازم يتربى. رايح فين انت بس؟ اروح اربيه واعلمه الادب. ليه بقى؟ عشان اتعرف عليها، لان دي فرصتي الوحيده. يا فال اللي بياخدهم تجارته يا خساره. انت مش فاهمك انت. انت ماسكني كده ليه؟ اوعى بوظت الجاكيت، اوعى. عنيف. هموت انا وعيد السنه. تعيد ايه يا كابتن؟ بقول لك ايه، ده نادي محترم واللي بتعمله ده ما يصحش. انت ان شاء الله رئيس مجلس اداره النادي، انت مالك؟ انا مالي ازاي؟ دي بنت خالتي. مساء الخير. انا اللي قرب لها سيح له دمه. صدق خفت؟ خفت واتوترت وصدعت. معاك حاجه للصداع؟
ايه ياد التقل اللي انت فيه؟ ايه الواد التقيل ده؟ يلا حبيبي انا مش هلفط لك وشك. طب والله العظيم فكره برضو، اصل انا من زمان نفسي في التغيير. ده انت تقيل بس تصدق هرنك علقه. ترن لي علقه؟ طب مد ايدك كده عشان قسما بالله بتليفون واحد ابعتك ورا الشمس. هتكلم مين يا ننوس؟ ماما هتكلم امك تيجي تلحقك. امي انا بقى هعرفك ان ننوس ده هيعمل معاك ايه. يا حسام ما انا قلت لك خدوني على اخوانك. وكمان ليك عين تتكلم؟ هتقول ايه بعد اللي حصل يا محمد؟ هو ايه اللي حصل؟ ما انا سليم قدامك اهو. انا مش عارف الاهل الاغبياء دول جابوني على المستشفى ليه؟ خلاص يا محمد، خلاص يا حسام يا حبيبي، الحمد لله اللي جت على قد كده. حصل خير؟ هيجي منين الخير يا ماما؟ لفندي بكره هيتحول لمستشفى الشرطه، يعني محضر، يعني سين، يعني جيم، يعني الداخليه كلها هتعرف ان محمد بير هلالي عامل فيها فالنتينو وبيتخانق مع شويه عيال مراهقين عشان حته بنت اللي راحت ورجعت واهلها سابرها على حل شعرها. عيب يا حسام، انا عمري ما سمعتك بتتكلم بالطريقه دي على حد. وبعدين ما تنساش انك ليك اخت. يا ماما حضرتك مش فاهمه حاجه، لفندي ده اكيد هيتجازى لانه لا راعي هيبه وظيفته ولا مركزه ولا السبلايتس اللي على كتافه وعمل راسه براس شويه مراهقين عشان حته بنت ما تسواش. صباح الخير. السلام عليكم. صباح النور. السلام. السلام عليكم. عامل ايه دلوقتي؟ الله يسلمك، انا تمام زي الفل، مفيش حاجه. انا اسفه جدا اللي حصل امبارح بسببك. بسببي؟ هو انت بقى السبب في المشكله دي كلها؟ وانا والدها. اهلا وسهلا. اللواء هاني الباجوري مساعد اول وزير الداخليه. اللواء مين يا فندم؟ اللواء هاني الباجوري مساعد اول وزير الداخليه. تمام سعادتك يا فندم. تشريفك لينا يا فندم ده على دراستك من فوق، ما كانش في داعي سعادتك تتعب نفسك وحضرتك غني عن التعريف يا فندم، مش محتاج تعرف نفسك ولا ايه يا ماما؟ انا بقى سعادتك انا الرائد حسام الهلالي يا فندم، مكافحه التهريب واخو النقيب محمد الكبير، وانا اللي مربيه وانا اللي معلمه كل حاجه يا فندم. اهلا بيك يا سياده الرائد. اهلا بسعادتك يا باشا. الف حمد لله على السلامه يا سياده النقيب. في الحقيقه انا مش عارف اشكرك ازاي على شهامتك والموقف النبيل اللي انت عملته مع بنتي ريهام. عايزك تشد حيلك بقى وتقوم بالسلامه. انا متشكر جدا يا فندم، بس انا ما عملتش غير الواجب. ولا يا حسام مش ده اللي كان المفروض اعمله برضه؟ طبعا طبعا الله، واحنا ده دي سمه في عيلتنا يا فندم. الله، ولو ما كانش عمل كده ده انا كنت كسرت عظمك بايدي. انت لسه كنت بتقول ايه دلوقتي؟ كنا عندنا اخوات بنات. بالظبط، عندنا اخوات بنات يا فندم. يا فندم مجيتكم عندنا دي دلوقتي لا على راسنا من فوق، والله انتوا شرفتونا. ما تقوليش كده يا حاجه، ده اقل واجب ممكن اعمله انا وريهام بنتي مع النقيب محمد. ولا ايه رايك يا حسام بيه؟ اللي تشوفه سعادتك بقى. كان كفايه تليفون يا فندم، يعني تليفون كفايه. تعبناك يا بنتي والله معانا. ميرسي يا طنط، لا تعب ولا حاجه. ها بالظبط، تحب تاخد اجازه قد ايه عشان تستريح؟ اسبوع؟ اتنين؟ ولا تلات اسابيع؟ انا تحت امرك. متشكر يا فندم، انا الاداره كده كده مديني 20 يوم اجازه. و10 ايام كمان من عندي. ليه يا فندم ده كتير؟ كتير ليه؟ اسكت انت. لا كتير يا فندم، كتير قوي طبعا. ولا كتير ولا حاجه، ده اقل واجب ممكن نعمله مع النقيب محمد. يا فندم لو سعادتك عايز تعمل واجب فحضرتك انا فرحي اخر الشهر وتشريفك قيمه على راسنا من فوق. نمره اتنين بقى، العشر ايام بتوع محمد دول انا اولى بيهم سعادتك، انا عريس وداخل على جواز وهم ادوني 15 يوم بس يعني. ان شاء الله ان شاء الله يا حسام. الو، ازيك؟ عامل ايه دلوقتي؟ انا تمام الحمد لله. الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك، شكرا على السؤال. لا ما تقولش كده، انا مش عارفه اشكرك ازاي على اللي انت عملته عشاني. وانا لسه عملت حاجه. يا خبر ابيض، هو انت ناوي تعمل حاجه كمان؟ طبعا، انا لسه حامل بلاوي. للدرجه دي؟ واكتر. بس انت مش فاهمه، اول ما شفتك حسيت بايه؟ حسيت بايه؟ حسيت ان انا مش شايف حد غيرك. يا سلام. وان انا هموت واتكلم معاكي واتعرف عليك. عموما انا اول ما شفتك ارتحت لك وحسيت كاني عارفك من زمان. طب ايه بقى؟ ايه؟ ايه؟ مش هشوفك ولا ايه؟ مش لما تستريح شويه وتقوم بسلامه؟ ايه ده ايه ده؟ حيلك حيلك، انت صدقتي ولا ايه؟ ده انا كان ممكن افرتكه، بس انا عامل شويتين دول عشان اشوفك. طب اشوفك امتى بقى؟ طيب خلاص انا هشوف كده وهرد عليك. اوكي باي. هو انا ليه مش مصدق نفسي ان انا قاعد معاكي وبنتكلم وعيني في عينك كده؟ ليه؟ طب شيل ايدك اتكلم ببقك، انا سامعك كويس. معلش انا اسف، انا اصلي اندمجت شويه. اندمجت ولا انت واخد على كده؟ انا والله ابدا، ده انا اغلى من الغلب والله. مش باين، بس انا هحاول اصدقك. على فكره انا من ساعه ما شفتك حاسس ان الدنيا بعد ما كانت مداني ظهرها ومخصماني رجعت تصالحني تاني. برافو، ده انت حافظ كويس والله. هو اللي قالها لي، قالها لي كده بالظبط. عجبتك؟ اه. طب بقول لك ايه؟
انت احلى من اللي كنت بحلم بيها. افلام عربي قوي وقديم كمان، افلام قديمه والله. هو اللي قالها لي غاوي افلام قديمه. طب تحبي مناسبة الافلام ازعق كده باعلى صوتي زي ما كان بيعمله اقول ان انا بحبك؟ زهق. مش شرط بقى عشان انا ظابط وليا هيبه برضه، ده نادي شرطه. خلينا بقى في الجد، انا شايف ان انت معجبه بيا جدا وحتموتي عليا وصراحه، وانا كمان، فشايف ان احنا نختصر الطريق ونكلم سياده الملك. انت مغرور؟ طب عيني في عينك كده. بطل بقى. بطل بقى، يبقى اكلم سياده الملك. هو انت ليه وحشاني قوي كده؟ بقول لك ايه، هو انت عندك اكاونت على الفيسبوك؟ فيسبوك؟ اه. فيسبوك ايه، غريبه؟ لا مش غريبه، بس يعني انا راجل ما عنديش وقت للموضوع ده ابدا. طب اعمل بقى اكاونت على الفيسبوك عشان اعمل لك اد عندي. ما اه طبعا هنعمل اد وهنعمل فيسبوك، بس بعيد عن الفيسبوك وانا مش هشوفك. محمد طب انا هقفل دلوقتي عشان بابا دخل عليا. اوكي باي. لا لا سياده اللواء غوره، انا في داهيه طبعا. نورتينا يا ريهام. ميرسي يا طنط من ذوق حضرتك. ايه يا ريهام ما بتاكليش ليه؟ انا عارفه ان الاكل مش عاجبك، بس هقول لك اعملي نفسك بتاكلي عشان محدش ياخد باله. لا خالص، تسلم ايديكم بجد. ما تاكل على الصول. نعم. دي مش اكلتك يعني. انت هتبص لي في اللقمه ولا ايه يا حسام؟ ما تخليك في طبقك. دي اكل الكتيبه. ايه يا محمد في ايه؟ لا حسام اخونا من زمان يعني، مش غريبه عليك. قولي لي وانت يا انسة ريهام بقى، خلصتي ولا لسه بتدرسي؟ اهو المتر هينزل اهو. انا اخر سنه ألسن اسباني. اسباني؟ دي زي دعاء صاحبتك اللي بتتفرج معانا ماتشات ريال مدريد. دلوقتي الملوخيه دعاء، اصل دي ماما. دعاء مين؟ ريهام. ريهام مين؟ ريهام مساعد. ريهام. انا طبعا على فكره انت وترتني. دي دلوقتي الملوخيه ريهام، اصل دي ماما اللي عاملاها. دي سلطه يا محمد. مش عارفه بقى في الليله دي. عايز اقول لك احسن واحده بتعمل ملوخيه في مصر سلمى مرادي. ميرسي يا حبيبي. بس مش على ماما. كده يا حسام. يا ساتر عليك، انت ما تسكتش ابدا. على فكره ولادي دولت يموتوا في الهزار، لازم تتعودي بقى على كده. يلا كل يا ريهام. حاضر. كلي من انا والشيفه دعاء. اسبانيو كده. اه ميسي رونالدو ريال مدريد. كل يا محمد كل. انت ايه رايك في ريهام يا ماما؟ بسم الله ما شاء الله تبارك الله، بنت ادب واخلاق وعيله، يعني ما فيش بعد كده. وانت يا حسام؟ هقول ايه اكتر من اللي امك قالتها، ما شاء الله. طب وانت يا سلمى؟ ما شاء الله عليها، مؤدبه وبنت ناس. انت بتسال ليه؟ بس انا بفكر اخطبها. تفكر ايه؟ اخطبها. تخطب مين يا ابني؟ انت ناسي ابوها مين؟ مساعد وزير. يعني لو عمل تحريات وعنك هليك سهرتي وبايظ وبتاع. مش وقت هزار يا حسام، انت نسيت احنا مين ولاد مين وهنبقى ايه ان شاء الله؟ اول مره تغلبني في الكلام يا ابن الهلالي. طب ايه رايك يا ماما؟ لا يا محمد مش عارفه اقول لك ايه. قولي له الف مبروك يا طنط وخلينا نخلص منه بقى. اه انت بقيتي تاخدي قرارات في البيت وانا موجود كده عادي. ها الله، وما تاخدش قرارات ليه؟ تاخد قرارات زي ما هي عايزه، وبناء عليه قررنا. الف مبروك على خيره الله. ماشي يا سيدي، مش هنكسر كلام الست الوالده. الف مبروك. الله يبارك فيكم. طيب هاخد ميعاد بقى مع ابوها عشان نروح نخطبها. ابوها عادي كده اسمه سياده اللواء. سياده اللواء طبعا. من غير لف ولا دوران يا فندم، احنا يشرفنا نطلب ايد بنت معاليك الانسه ريهام لاخويا النقي محمد. حضرتك قلت ايه؟ ده شرف لينا جميعا، وفي الحقيقه مش هلاقي عريس احسن من النقيب محمد في ادبه واخلاقه وشهامته عشان اديله بنتي ريهام. يا فندم ده الشرف لينا، احنا هنلاقي فين عروسه حلوه وبنت ناس طيبين زي ريهام بنتك. بصراحه بقى من يوم موقف النقيب محمد مع ريهام بنتي في النادي وانا بحبه كده لله في لله من غير حتى ما اشوفه. شكرا يا فندم، انا ما عملتش غير الواجب. كلك شهامه يا حبيبي. أنا جوزي الله يرحمه كان شهيد من شهداء حرب أكتوبر، والرئيس السادات إداله نجمة سينا. الحقيقة أولاد الاتنين محمد وحسام وارثين عنه الشهامة. بسم الله ما شاء الله ما شاء الله، ابن الوز عوام. إيه يا عروسة؟ ساكتة ليه؟ هقول إيه؟ السكوت علامة الرضا ولا إيه يا أنسة ريهام؟ شكلنا كده هنبقى أصحاب قوي يا ريهام. أنا كمان حاسة كده. ربنا يديم المحبة بينا إن شاء الله. اللهم آمين يا رب. طيب نخش في الموضوع سعادتك. حضرتك تقول لنا طلباتك واحنا تحت امرك. في الحقيقه انا ملياش طلبات، انا بشتري راجل لبنتي ريهام. لا يا فندم برضه لازم تقول لنا. يا حاجه انا ملياش اي طلبات ومفيش فرق بيننا، اللي تقدروا تجيبوه تجيبوه واحنا نكمل الباقي. يا حاجه صدقيني الحاجات دي كلها شكليات. ايه يا جماعه احنا مش هنشرب الشربات ولا ايه؟ يا سلام حالا.
قبل الشربات يا مدام. ساعة الباشا نتوكل على الله نقرا الفاتحة. يلا على البركة. بسم الله. عملت ايه يا محمد في موضوع خطوبتك؟ خطوبة ايه؟ احنا في ايه ولا في ايه؟ يعني ايه مش فاهم؟ يعني اكيد هنأجل موضوع الخطوبة ده شوية لحد الأزمة اللي احنا فيها دي ما تعدي على خير. ده انا اشتريت فستان الخطوبة ورتبت كل حاجة وعزمت كل أصحابي، أقول لهم أنا إيه بقى دلوقتي؟ قول لهم أي حاجة. أنت بتحبنيش، عشان أنت لو كنت بتحبني عمرك ما كنت هتطلع شكلي زفت قدام صحابي. كده يا ريهام؟ ده بدل ما تقفي جنبي في الظروف اللي احنا فيها دي. يا محمد الحقيقة بقى من الميت. وانا قلت لك اللي عندي بقى وانت حر. سلام. اديني حكيت لسعادتك على كل اللي حصل امبارح والكلام اللي هي قالته. لو انا غلطان في حاجه حضرتك قول لي. بصراحه يا محمد انت عداك العيب، بنتي هي اللي غلطانه. طبعا غلطان. ما تزعلش يا حبيبي، هي كان لازم طبعا تقدر الظروف اللي انتوا فيها. وبعدين بقى خلاص احنا بقينا اهل، يعني اللي يزعلكوا يزعلنا واللي يفرحكوا يفرحنا. طبعا يا طنط، وانا لو مش بحب ريهام ما كنتش جيت لكم، كنت اتصرفت من دماغي. انا مش عايزك تزعل منها يا محمد، لانه برضو مهما كان البنت لسه صغيره وما تفهمش في الحاجات دي. معلش يا حبيبي، انا هقعد معاها وافهمها كل حاجه. ماشي، متشكر. عن اذنكم ساعتك تأمرني باي حاجه؟ لا متشكر قوي يا حبيبي، بس اطمني حسام اخباره ايه دلوقتي؟ والله يا فندم مش عارف اقول لحضرتك ايه. ربنا يصبره على اللي هو فيه. عن اذن حضرتك. أنا شايف يا محمد ده أنسب وقت نعلن فيه خطوبتك على ريهام، خصوصا بعد الظروف ما اتغيرت للأحسن وربنا شفى حسام وتكريمكم أنتوا الاتنين من سيادة الوزير. بصراحة بقى يا محمد إحنا كنا مقدرين قوي الظروف اللي بتمر بيها، عشان كده كنا مأجلين الخطوبة يا حبيبي، لكن دلوقتي بقى خلاص الوضع اتغير. يا ريت توافق بقى يا محمد عشان نفرح كلنا. طب ما أنا برضو عاوز أفرح، لكن لكن إيه يا محمد؟ أنا قرار زي ده مش هينفع آخده لوحدي، لازم آخد رأي ماما وحسام الأول. برافو يا محمد، انت كل يوم بتزيد غلاوتك في قلبي وبحترمك اكتر. خلاص يا محمد انا هسيبك تتشاور معاهم وترد عليا، واللي فيه الخير ربنا يقدمه. تمام سعادتك. ازيك يا محمد؟ انا تمام الحمد لله. ازيك انت حسام؟ طمني عليك. والله يا محمد انا مش انا، زي ما اكون بقيت واحد تاني. كنتش اتخيل ابدا ان ممكن في يوم من الايام شده وتزول، وزي ما في ليل في نهار. اكيد يا حسام عمر الدنيا ما بتفضل على الحال ابدا. بس بقيت خايف يا محمد، بقيت خايف قوي، بالذات من بكره. بخاف من بكره، بخاف من اللي جاي. عامل زي اللي ماشي في صحراء وتايه ومعهوش بوصله، كل خطوه بياخدها بيبعد اكتر عن الامان اللي كان جاي منه. ايمانك بالله هو اللي هينجيك، مش ده برضو كلامك يا حسام؟ ونعم بالله. بس كان نفسي افرح، كان نفسي افرح بحق سلمى من غير ما يبقى التمن معتز. كان نفسي يا محمد. وعسى ان تكرهوا شيئا هو خير لكم، اكيد ربنا له حكمه في اللي بيحصل ده. بالظبط كده، عشان كده انا جاي لك، جاي لك عشان نفسي افرح. تفرح؟ ومفيش حاجه هتخليني فرحان قد ان اشوفك مبسوط وسعيد. مش فاهم. انت هتصيع عليا ليه؟ انت مش ناوي تخطب ولا تفضل مقضيها فاتحه كده؟ لا يا حسين، اخطب ايه؟ الوقت مش مناسب خالص دلوقتي. بالعكس، ده هو عزه ووقته. على الاقل ينوبك صوابنا وتخرجنا من جو الكآبة اللي احنا فيه ده. لا يا حسين ما تجيش على نفسك، عشان ده انا نفسي مش عارف افرح من ساعه اللي حصل. عارف يا محمد احنا عاملين زي ايه؟ زي اللي حرارته عاليه، سخن، مولع، بيفرفر. وده علاجه ايه؟ صدمه. شيله زي ما هو هيلا بيلا كده وارميه في حمام تلج لفوق. يا حسام انت واعي لكلامك؟ واعي، واعي وعارف بقول لك ايه وبعدها لك تاني. مش هتفضل مقضيه فاتحه، تروح لاهل عروستك وتحدد ميعاد الخطوبه وتديهم رد بدل ما انت سايبهم كده، ما يصحش. لا يا حسام مش هينفع، مش هينفع. ده سلمى لسه. انا يمكن سلمى راحت مني، بس لسه عندي دم، عندي احساس. وانت اخويا اللي ما حلتش غيره. طول عمرك بتضحي عشان يا حسام، طول عمرك محسسني ان ابويا عايش ما ماتش. ربنا يخليك ليا
ما يهمنيش اللي انت جابه. ألف مبروك يا حبايبي، عقبال الفرح بقى إن شاء الله. الله يبارك في حضرتك. إن شاء الله. وقت الفرح بإذن الله هتكون الظروف اتحسنت. هنعملهم حفلة كبيرة قوي ونفرح عرايسنا. إن شاء الله يا مدام علي. مبروك يا محمد، مبروك يا ريهام. وصيتي ليكي بقى إنك تخلي بالك منه عشان ده زبق وقلعبان. فاهمة؟ زبق وقلعبان؟ إيه الكلام اللي اتلغى ده؟ ده بدل ما تقولي خلي بالك منه. ولا إيه يا حسين؟ مبروك يا محمد، عشت وشوفتك عريس. الله يبارك فيك، انا متشكر قوي يا حسين. زمان كنت بطولك، دلوقتي ما بقتش لوحدك يا حماد، معاك امانه. حافظ على مراتك. ما تزعلش نفسك يا محمد، ان شاء الله شده وتزول. طب وايه الحل حضرتك؟ مفيش قدامنا غير اننا نستنى ونشوف القضيه هتوصلنا لايه. والله يا ابني انا متاكده ان حسام بريء، وان شاء الله ربنا هيظهر براءته. ان شاء الله يا محمد، بس انت سيبها على الله، ما تضايقش نفسك خالص. ان شاء الله. هو حضرتك ما تعرفش تعمل حاجه تساعد بيها حسام في الموضوع ده؟ انت عارف يا محمد انا مركزي حساس قد ايه، والداخليه طول عمرها في القضايا اللي زي دي بتقف على الحياد، والقضاء مبني على البراهين والاثباتات وبيحكم بالاوراق اللي قدام، وانا لو بايدي اقدر اعمل اي حاجه مش هتاخر طبعا. مفهوم مفهوم، ربنا يقدم اللي فيه الخير. خير يا باشا، ايه الموضوع المهم اللي سعادتك عاوزني فيه؟ شوف يا محمد، انت زي ابني وانا فخور بيك، وانا واثق ان هيبقى لك مستقبل كبير قوي في الداخليه وسط زمايلك، بس في موضوع مهم قوي لازم تعرفه. ايه هو الموضوع يا باشا؟ انا مضطر افسخ الخطوبه اللي بينك وبين ريهام. ليه يا باشا؟ هو حصل مني حاجه لا سمح الله؟ بصراحه لا. طب ايه الداعي لفسخ الخطوبه؟ انت عارف انا مركزي حساس قد ايه بصفتي مسؤول ليا اسمي وسمعتي في الداخليه، ودخول حسام اخوك السجن في قضيه مخله بالشرف ده شيء يؤثر عليا سلبا وسط زميلي ورؤسائي في العمل. طبعا ده شيء انا ارفضه بتاتا شكلا وموضوعا. انا فاهم وجهه نظر سعادتك، بس انا وريهام بنحب بعض، ومتهيألي حاجه زي كده مش هتفرق معاها لانها هتتجوزني انا مش حسام. بس تفرق معايا انا، لان انا ابوها واكتر واحد يعرف مصلحتها. طيب ممكن اتكلم معاها؟ انا اسف، انت لا هتكلمها ولا هتقابلها، وارجوك تنساها خالص اذا كنت بتحبها او بتحب مصلحتها. يعني ده قرار سعادتك النهائي؟ للاسف اه، وارجوك تقدر موقفي. انا عايزك تعتبرني في مقام والدك، اذا احتجت اي حاجه من الداخليه انا تحت امرك في اي وقت. مفهوم، على اذن سعادتك. مع السلامه يا محمد. محمد ليه يا بابا عملت كده؟ بابي عمل كده عشان مصلحتك يا حبيبتي. طب تخيلي كده لو كنت اتجوزتيه وبقى عندك منه اولاد، عمهم كان هيبقى ايه؟ رد سجون. فوقي بقى يا ريهام. بس ده ما كانش رايك من الاول يا حبيبتي. الاول كان مجرد قضيه، لكن دلوقتي خلاص خد حكمه بقى مذنب. طب ومحمد ذنبه ايه؟ ذنبه ان اخوه بقى رد سجون. الجواز ده نسب، هو على راي المثل حاسب قبل ما تناسب. محمد كده برضو يا محمد ما تجيش تزور اخوك معانا؟ وانا زيارتي كانت هتفيده بايه؟ حرام عليك يا محمد، ده حسام كان هيتجنن ويشوفك. ما كفايه اللي حصل لي من تحت راسه عشان دي. حول ولا قوه الا بالله، ايه اللي بسمعه ده؟ عيب اللي انت بتقوله ده، ما يصحش كده. ما يصحش ليه؟ مش حسام ده السبب في فسخ خطوبتي على ريهام؟ كل شيء اسمه ونصيب يا ابني، ومحدش عارف الخير فين. وحسام ذنبه ايه في اللي حصل له؟ ذنبه ان سمعته زفت. اخرس، اوعى اسمعك تتكلم على اخوك بالطريقه دي، اوعى. اخوك ده أشرف راجل في الدنيا. أنا عارف يا ماما، ما أنا عارف، إحنا بس اللي نعرف كده، الناس ما تعرفش. حقك علي، أنا آسف. أنا زعلانة منك، أنا صعبان عليا إنك تتكلم على أخوك الكبير بالشكل ده. أصلكم ما شفتوش أبو ريان كان بيكلمني إزاي،
وانا واقف في نص قدامي قدامه مش عارف ادافع عن نفسي. طب وانا ليه ما عملت ازاي وحملته نتيجه اللي حصل لي مع ساهر ومامته؟ مهما حصل ما تتكلمش على اخوك كده، اوعى تقول عليه كده، اوعى. محمد روح زوره يا محمد، وشيل الافكار اللي في دماغك دي. حسام اخونا الكبير اللي ملناش غيره، ولا نسيت؟ حزوره حزوره عشان كده برضه. محمد اهون عليك، ما تسالش فيا المده دي كلها. معلش يا حسام، الواحد كان ظروفه ملخبطه شويه غصب عنك. ظروف ملخبطه ازاي يعني؟ خير؟ امك كويسه؟ لا امي تمام الحمد لله، بس انت عارف بقى ضغطها عالي والسكر بيلعبها من ساعه اللي حصل لك. واضح ان مفيش امل. كتب عليا تعاقب على جريمه انا اصلا ما عملتهاش. ربنا كبير على فكره، شاهين ده خلفت وجابت حسين. اللهم صل على النبي عليه الصلاه والسلام. طب مش تقول لي يا اخي هو في خبر يفرح وفرحني؟ ما انت عارف انا بتنشا على حاجه حلوه اسمعها هنا يا محمد. طمني، رجعت لساهر جوزها ولا لا؟ لا لا، مصممه ما ترجعلوش وعايزه تربي الواد لوحدها. ما تعقلها يا ابني ورجعه لها. ربنا يهديها هي كمان. تعمل ايه انت وريان؟ انا وريان سيبنا بعض. سبتوا بعض؟ قال لها فسخوا الخطوب. طبعا انا السبب. لا يا حسام انت مالكش ذنب. مليش ذنب؟ ده انا ماليش غير ذنب. واضح ان بقيت وباء على كل اللي حواليا. محمد ورحمة ابوك، انت مصدق وعارف ان انا ما عملتش حاجه؟ ايه؟ واضح كده احسن من ان احنا كلنا بندفع ثمن غلطه ما حدش فينا غلط. انا قابلت طاهر ووعدني ان هو هيبلغني اي معلومه يعرفها عن دياب. ابوس ايدك يا محمد، انا مش هرتاح ولا يهدى لي بالي لما اشوف دياب ده متعلق في حبل المشنقه. ما تقلقش، طمني عليك انت عامل ايه؟ زي ما انت شايف على حطه ايدك اهو، مستني الايام تعد واخلص. هانت انا سبت لك فلوس في الامانات عشان لو عاوز اي حاجه بيها. لازم تعدي يا حسين. اهو انت كده يا باشا عرفت مكان وزمان العمليه. مش ناقص غير ان انتوا تقبضوا عليهم متلبسين ولاد الابلسه دول وتريحونا من شرهم. انت متاكد من المعلومات دي يا طاهر؟ الا متاكد يا باشا، ده اني طاهر البسطيهي اللي عمره ما قال معلومه وطلعت غلط. حتى اسال حسام بيه ربنا يفك دقته. انت عارف انك جدع يا طاهر. اشمعنى يا باشا؟ يعني عشان عرفت تجيب معلومات مهمه زي دي في وقت قصير زي ده. يا باشي هما مش بيقولوا الشرطه والشعب في خدمه الوطن؟ طبعا. اهاني بقى في خدمه الشرطه والشعب والوطن في نفس ذات الوقت، يعني ثلاثه في واحد. يا للدرجه دي؟ يا باشي انا مواطن صالح وعندي استعداد اودي نفسي في داهيه عشان خاطر مصر. ومصر مش هتسيبك يا طاهر. ليه يا باشي؟ وانا عملت لها حاجه؟ انت متاكد ان دياب هيكون حاضر في العمليه دي؟ ايوه فانا متاكد. متاكد كمان من مكان وميعاد العمليه وكله موجود في الملف اللي قدام سعادتك. انا قريت الملف وخطتك عجبتني جدا يا محمد، ده مجهود عظيم. ولو معلوماتك كلها صح وقبضنا عليهم هيبقى انتصار للداخليه. ان شاء الله يا فندم، بس انا كان ليا طلب عند سعادتك. اتفضل. انا كان نفسي حضرتك تديني الشرف ان انا اقود العمليه دي، وخصوصا ان انا اللي وضع الخطه وعارف مفاتيحها كويس. شوف يا محمد، رغم ان رتبتك صغيره اوعدك لو إدارة العملية توافقت على الخطة أنا هديك الفرصة دي. أنا متشكر جدا يا فندم، ده جميل عمري ما هنساه لسعادتك. أنت بتفكرني بحسام، كان دماغ في رسم الخطط وتنفيذها، وعلى فكرة الخطة دي فيها من روحه. عن إذن سعادتك. اتفضل. دلوقتي أنا شرحت لكم الخطة اللي وضعتها مع سيادة اللواء رافعة الخول. عايز أفكركم تاني إن دياب هيبقى في العملية. يعني لازم نقبض عليه متلبس هو ورجالته. الو، انا ريهام يا محمد. ازي حضرتك يا فندم؟ كلمتك كذا مره من موبايلي، ليه ما بتردش عليا؟ ما خدتش بالي، معلش.
محمد، والله انا مالي ذنب في موضوع فسخ الخطوبه، بابي هو اللي خد القرار ده لوحده. طب ممكن نتكلم في الموضوع ده بعدين عشان عندي اجتماع. طيب يا ماما. اوكي. حد عنده اي اسئله؟ السلام عليكم. وعليكم السلام يا حبيبي، الحمد لله على السلامه. الله يسلمك، ازيك يا وفاء؟ الحمد لله. ازيك يا ريكو، عامله ايه؟ الحمد لله يا بابا تمام. عرفت اللي عمله محمد؟ ايوه يا ستي. مش انا قلت لكم انه كويس؟ وياما حاولت اثبت لكم، محدش فيكم كان بيصدقني. فعلا يا بنتي، محمد ده حظه، بس خلاص هنعمل ايه؟ ادي الله وادي حكمته. يا بنتي يا حبيبتي، ان شاء الله ربنا هيعوضك باحسن منه. وليه احسن منه يا ماما؟ ما هو لسه موجود. وهي بقى الناس هتنسى ان اخوه رد سجون؟ طب واحنا مالنا ومال اخوه؟ المهم انه محمد اثبت انه انسان كويس وشاطر في شغله. وبعدين طب ما كل عيله فيها كويس وفيها الوحش. انا عن نفسي بحبه وبحترمه من يوم ما شفته، وبعتبره بالظبط زي ابني. معاك حق يا بابا. وبعدين ما ينفعش اخوه يغلط وهو يتحاسب بذنبه، ده حتى ما فيش في القانون حاجه بتقول كده. مبروك يا محمد. مين معايا؟ انا ريهام. انت مسحت نمرتي ولا ايه؟ لا ما مسحتش النمره ولا حاجه، انا بس ما صدقتش. يعني انت مبسوط ان انا كلمتك؟ يعني. طيب لو طلبت منك اني اشوفك ده هيفرحك برضو ولا هترفض؟ لا ممكن، على الاقل اطمن عليك، احنا في بينا عشره برضو. طيب ايه رايك بقى لو نتقابل النهارده في المكان اللي اتقابلنا فيه اخر مره؟ ماشي. اوكي باي. ازيك يا محمد؟ انا تمام زي ما انت شايفه. انت اخبارك ايه؟ انا كويسه طول ما انت كويس. لو سمحت تشربي ايه؟ اي عصير. طول ما فهمت. اتنين برتقان ولا عايزه حاجه تانية؟ انت عارف انا بحب البرتقان. اتنين برتقان تحت امرك. انت زي ما انت، ما اتغيرتش. ده من بره بس، بس انا فيها حاجات كتيره قوي اتغيرت. يا ترى ايه الحاجات اللي اتغيرت فيك؟ شغلي، اهتمامي بيهم، حاجات تانية كتير. المهم تكون عايش مستريح. واضح ان مفيش راحة في الدنيا اللي احنا فيها دي، ومش كل اللي بنتمناه بنطوله. لا ممكن نطوله، بس لو أصرنا عليه صدق. ساعات الإصرار ده بيبقى جزء من المشكلة، وفي معظم الوقت بيزودها أكتر. بدأت لما فرجت يا محمد. وبعدين ما انت اهو لسه عامل عملية ناجحة، كل الناس بتحكي عنها. اتفضل. على فكره انا عيد ميلادي كمان يوم. اكيد فاكر. بجد؟ انا لا يمكن انسى اليوم اللي اتولدت فيه اجمل بنت في العالم. وحشني كلامك ده، هيشجعني اعزمك تيجي تقضي معايا عيد ميلادي. مش هينفع عشان الظروف اللي احنا فيها، وكمان عشان باباك ومامتك ما يتضايقوش. وايه اللي هيضايقهم؟ احنا مهما كان صحاب ومفيش بينا غير كل خير. ممكن كمان تجيب شاهين معاك لو حبيت. ربنا يسهل حسب الظروف. ايه يا باشا، تحت امر سعادتك. ماشي يا باشا، مسافه السكه، مع السلامه. طب انا لازم امشي عشان عندي اجتماع مهم. هشوفك تاني حسب الظروف. لا لا لا، محمد رسول الله. بابي انا كنت عايز اطلب منك طلب. اتفضلي يا حبيبتي. بص بصراحه كده انا عايزاك تكلم محمد، تعزمه على عيد ميلادي. معقول يا ريهام؟
ايه اللي انت بتقوليه ده؟ عشان خاطر يا ماما. ازاي بس بابا يكلمه بعد كل اللي حصل ده؟ محمد معقوله يرضى يجي؟ لو شاريني هيجي. ولو ما جيش؟ اوعدك ساعتها ان انا هقفل صفحته دي خالص، بس ساعتها هكون ريحت ضميري من ناحيته وعملت اللي عليا. حاضر يا ستي. ايه ده؟ انت كمان هتطوعها؟ خلينا اريح اما اشوف اخرتها ايه معاه. الو. ايوه يا محمد، انا اللواء هاني البابول. ازيك يا ابو؟ في الحقيقه انا بكلمك عشان اعزمك على عيد ميلاد ريهام. اتمنى اشوفك ليلتها يوم الخميس الساعه 7. مع السلامه. افتحني يا ستي. اخر راحه، يا احلى بابي في الدنيا كلها. بنتك دي بكشه بكش. بس طيبة ودمها خفيف. يا سلام، ما فيش يعني بوز المامي. لا مامي حبيبتي. حبيبتي. يلا يا حلوة بقى عشان تدفي الشمع. استني شوية يا ماما، محمد لسه ما جاش. وانت لسه عندك أمل انه هيجي؟ آه. يا حبيبتي ما تنسي بقى، أنت عزمتيها لعيد ميلادك وهو ما جاش، يعني هو كمان شال الموضوع من دماغه خالص. وانت وعدتيني يا حبيبتي إنك لو عرفتي إنه نسي، أنت كمان بقى هتنسي. أهلا وسهلا بالبطل الهمام. منورة يا هند يا بنتي. ميرسي يا عم. كل سنة وانت طيبة. وانت طيب يا محمد. كل سنة وانت طيبة يا ريهام. وانت طيبة يا شهند، وحشتيني. وانت كمان. ازيك يا محمد؟ الحمد لله. ازيك يا شهند؟ الحمد لله يا طنط. مش يلا بينا بقى نحتفل ونطفي الشمع ولا ايه؟ اه يا ريت عشان انا مستعجل. يا راجل انت لسه قعدت؟ احنا بقى لنا كتير قوي ما شفناكوش. انتوا لازم تقعدوا معانا شوية. ولا انتوا جايين بقى تاخدوا نصيبكم التورته وتمشوا على طول؟ معلش يا سعادتك، عندي اجتماع في الإدارة ولازم ألحق. يعني مش هتقعد معانا؟ لا، انا جاي اقول لك كل سنه وانت طيبه وماشي. اخر مره في يوم عيد ميلادي حسيت ان محمد متغير معايا ومش زي الاول. وانت يعني يا ريهام عايزاه يبقى زي الاول؟ يا ريت. عشان كده انا كلمتك النهارده، يمكن تساعديني. اساعدك في ايه؟ شاهين ده هو محمد دخلت حياته واحده تانية؟ يعني خلاص نسيني؟ ضحكتيني وانا ماليش نفس اضحك. ايه اللي بيضحك في كده طيب؟ عشان شكلك كده لسه ما عرفتيش محمد اخويا كويس. طب عرفيني. بص يا ريهام، لما ماما ربتنا انا واخواتي ربتنا على الكرامه وعزه النفس وحب الناس، عودتنا ازاي ندي وما نستناش ان احنا ناخد. بس ايه علاقه ده بموضوع؟ ما هو ده اساس موضوعنا، لان اللي يحب لا يمكن يكره، ولما يزعل ما يقدرش يقسى على حبيبه ولا ينساه. يعني انت شايفه ان محمد لسه بيحبني؟ ده بيموت فيكي، والا ما كانش جه عيد ميلادك وفتح معاكوا صفحه جديده. يا بنتي ده اخويا، ولو الموضوع مش في دماغه كان طنش خالص. طيب انا عايزاكي بقى تحركي كده يجي قبل بابا وماما تاني. قبل ما يكلم بابا وماما هما رايهم ايه؟ ندمانين على اللي عملوه معايا، ولو جه وطلبني منهم مش هيرفضوا طلب. وايه اللي خلاهم يعني غيروا رايهم كده؟ لان انا مصممه عليه. بعدين هما كمان حسوا ان هما خسروا لبنتهم ولد ابن ناس وشجاع. بعدين ده كفايه العمليه الاخيره اللي عملها، الجرايد كلها بتتكلم عليه. يعني انت واثقه ومتاكده ان محمد هو الراجل اللي انت عايزه تكملي مع حياتك؟ ايوه طبعا واثقه. هتساعديني بقى ولا ايه؟ اكيد طبعا هساعدك. انا عايزاكي بقى تكوني مطمنه على الاخر. انا مطمنه، والا ما كنتش كلمت. ممكن بقى تسيبيه نشرب القهوه اللي انت هتدفعي ثمنها؟ ايوه طبعا. ما تلومش عليا يا محمد، عشان انت اللي غلطان. غلطان في ايه ان شاء الله؟ ما ادتنيش فرصه اكون جنبك واختفيت من حياتي فجاه. كنت عايزاني اقول ايه لابوكي وهو بيقول لي نفسي في الخطوبه عشان خاطر سمعه اخوك. بس انا اتمسكت بيك وكلمتك اكتر من مره، حاولت اكون جنبك، كنت مستنيه انت كمان تعمل كده. كان صعب يا ريم، لو كنا في ظروف تانية انا ما كنتش هسيبك لحظه، بس كانت المشكله عندنا. ما حبيتش اكون حمل عليكي، كان مع الايام ما كنتش هتقدري تستحمليه. بس الوضع دلوقتي اتغير يا محمد، ولو اهلي الاول كانوا بيحكموا عليك من خلال عيلتك، فالنهارده حكمهم عليك انت، بالذات بعد ما اثبتت ان انت انسان ناجح في شغلك. طب حتى فاكر يوم عيد ميلادي شفت رحبوا بيك ازاي؟ وده معناه ايه؟ معناه ان انت تكلمهم تاني وتطلب ايدي منهم. لا يا ريان، هيبقى صعب. ليه بس؟ خايف يرفضوا. جرب بس، مش هتخسر حاجة. اديني مهلة افكر فيها. بصراحة يا باشا، تمسكي بريهام هو اللي خلاني اجي اطلب ايدها للمرة التانية. وعموما لو سعادتك رفضت انا مش هزعل. انا مقدر موقف سعادتك. بالعكس يا محمد، احنا يشرفنا انك تبقى جوز بنتنا. وبعدين كل عيله فيها الكويس والوحش، مش كده ولا ايه؟
وبعدين يعني بالنسبه لاخوك انا ماليش اخ. بتقول ايه؟ زي ما بقول لحضرتك كده، انا ماليش اخ. للدرجه دي؟ ده اقل حاجه ممكن اعملها مع واحد لطخ سمعه العيله. عموما يا محمد ده موضوع يخصك لوحدك، احنا مالناش دخل بيه. احنا ما يهمناش الا انت يا حبيبي، وانت بسم الله ما شاء الله عليك زي الفل. شوف يا محمد، ريهام بنتنا الوحيده، واهم حاجه احنا عايزينها سعاده بنتنا. وطالما ريهام متمسكه بيك قوي كده يعني احنا كمان مش هنقف في طريق سعادتكم ابدا. يعني موافقين؟ الف مبروك يا حبيبي. وعشان اثبت لك جديتنا انا ما عنديش مانع ان كتب الكتاب والفرح يبقى يوم الخميس الجاي هنا. معقول يا بابي؟ ومش معقول ليه؟ احنا كل حاجه جاهزه، مش ناقصنا ان نفرح شويه. ايوه يا فندم، بس انا لسه مش جاهز، اصل الشقه اللي انا حجزتها في مشروع الشرطه الجديد لسه ما استلمتهاش. ولا يهمك يا حبيبي، تعال اقعدوا معانا هنا والشقه تبقى تجهز على راحتك. وزي ما انت شايف احنا قاعدين لوحدنا في فيلا طويله عريضه، وجودكم معانا هيونسنا. لا معلش يا فندم، انا احب اعيش مع مراتي في شقتي. اخس عليك يا محمد، احنا خلاص يا حبيبي احنا بقى اهل. واحنا بنقول لك تعالى عيشوا معانا على طول، ده يا دوبك لغايه انت ما تستلم شقتك وتجهزها. هيبقى صعب ساعتها. مفيش حاجه اسمها صعب، انت تبلغ اهلك ان يوم الخميس الجاي الفرح وكتب الكتاب، ولغايه اخر الاسبوع نكون جهزنا كل حاجه. وافق بقى يا محمد، خلينا نفرح. على خيرة الله. مبروك يا محمد. الله يبارك فيك. على فكرة بقى، النهاردة أحلى يوم في حياتي. أه ما أنا عارف. إيه الرخامة دي؟ ده أنتوا كنتوا حكمتوا عليا. لا وأبوكي بيكلمني عازمني على عيد ميلادك، قال إيه؟ أنت مش غريب، كنت هتستقبله. إيه ده يعني أنت ما كنتش عايز تيجي تشوفني؟ بصراحة؟ كنت هموت. وأنا كمان. بقول لك الفرح ده شكله هيطول، ما تيجي نروح. مش طبعا. يا حرام يا شاهين ده. معقولة يخطف ابنها؟ للأسف هو ده اللي حصل. عشان كده يا حبيبتي شاهين ده ما قدرش تحضر فرح اخوها. طبعا يا حبيبتي الله يكون في عونها، بس احنا مش لازم نسكت على كده ابدا. انا هقوم دلوقتي اقول لهاني وخليه يكلم بتوع المباحث يدوروا لها عليه. لا 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 ما ينفعش، دول مهما كان برضو كانوا متجوزين، وبعدين الولد ابنه وهو ابوه، يعني مش هيأذيه. طب يعني ما فيش امل انهم يرجعوا لبعض تاني؟ بيني وبينك يا عليا الولد كده هيتشتت ما بينهم. يسمع من بوقك ربنا يوفقها. امال فين المقدم حسام؟ قصدي حسام بيه ما جاش معاكي ليه؟ حسام لا ما هو طبعا علشان ظروف اخته دي مش معقول يسيبها لوحدها في البيت، مش معقول كلنا نخرج ونسيبها يعني. اه طبعا طبعا الله يكون في عونكم، بس انتي برضو غلطانه يا علي، كان لازم تقولي لي الظروف دي كلها، يعني كنا اجلنا الفرح شويه. لا ناجل ايه؟ ده احنا ما صدقنا انهم رجعوا لبعض تاني. ربنا يتمم الفرح. خلاص يا بابي بقى عشان خاطري ما تزعلش نفسك. خلاص بقى يا حبيبي ما تزعلش. يوه خلاص بقى مش عايز اسمع ولا كلمه تاني. عن اذنك يا محمد. بابي خليكي انت يا حبيبتي مع محمد، انا هشوف بابا. حبيبي يا بابي انا مش عارف انتوا عاملين مناحه ليه، لا هو اول ولا اخر واحد يطلع المعاش. عارف يا محمد انا اللي مزعلني ان احنا ما لحقناش نفرح بترقيتك. اليوم اللي ترقيت فيه هو طلع على المعاش. يا حبيبتي ما تقلقيش، كلها يومين ويبقى زي الفل. ما تقومي تعملي لنا حاجه ناكلها تليق بمنصب نائب مدير اداره العمليات. حاضر يا نائب مدير إدارة العملية. صح كده يلا. ريهام يا ماما. ايه يا حبيبتي؟ انتي خارجة ولا ايه؟ اه متفقة محمد نتعشى بره النهاردة. طب يا حبيبتي. الو. اه يا حبيبي انا جاهزة. ايه؟ يعني ايه مشغول؟ وانا فين بقى من شغلك ده؟ خلاص خلاص سلام. حاجه تقرف. اهدي بس مالك في ايه؟ مش فاضي وعندي شغل من يوم اتجوزنا هو على الاسطوانه دي، والناس اننا عارفين جداد وان ليه حق عليه. معلش يا حبيبتي انت عارفه ان محمد وقته مش ملكه، وبعدين ده بيبني مستقبله. وانا ايه يعني مش مستقبله؟ ولا رجلك انا بتجوزني عشان خاطر يسيبني قاعده في البيت؟ عيب يا ريهام، اوعي تقولي الكلام ده. امال عايزاني اقول ايه يعني يا مامي؟ يا حبيبتي انا عايزاكي تقفي جنب جوزك زي ما انا كمان وقفت جنب باباكي في اول حياته. ايه بقى يا مامي؟ انا الكلام ده سمعته كتير. وعلى فكره بقى انتوا زمانكوا غير زماننا خالص. بعد اذنك. يا ترى يا محمد بتحبني اكتر ما بحبك، ولا انا اللي بحبك اكتر؟ وكلامك ليا قبل الجواز كان كلام بجد ولا مجرد كلام وخلاص؟ هو انت مشغول عني بجد يا محمد، ولا بتتحجج بالشغل؟ في حاجه تانية هي اللي شغلاك؟ نفسي ادخل
جواك واعرف بتفكر ازاي. اهلا حبيبي. ازيك يا عماد؟ ازيك يا ماما؟ وحشاني. الحمد لله يا حبيبي، وانت كمان وحشني. كويس انك جيت عشان تتغدى معانا. بقول لك ايه؟ ايه؟ بارك لاخوك. ابارك له على ايه؟ هيتجوز ايمان خلاص. يلا ابارك له. مش هنتغدى يا ماما ولا ايه؟ هاي يا حبيبي حالا اهو. ايه الكلام اللي امك قالته لي ده؟ اللي هو ايه؟ انت هتتجوز ايمان يا حسام؟ وفيها ايه؟ فيها ايه؟ انت هتستعبط؟ ما انت فاهم وانا فاهم فيها ايه؟ ولا عايزني اتكلم واقول فيها ايه؟ انت تقصد يعني علشان اللي حصل؟ ايوه لك. عشان قتلت جوزها، ده انت اللي حرمها منه. قتلته من غير قصد، وانت عارف كده كويس يا محمد. اتجوز اي واحدة، اي واحدة تانية، ما حبكتش ايمان، انت ايه يا اخي ما عندكش قلب؟ انا عشان عندي قلب هتجوزها. لان دي الطريقه الوحيده اللي اقدر اكفر بيها عن ذنبي، وتحت عيني اخد بالي منهم وراعيهم. انت هتستعبط يا حسام؟ ما انت ممكن تراعيهم من غير ما تتجوزها. ما حبكتش تتجوزها. ما ينفعش، احنا في مجتمع شرقي يا محمد، ودخولي وخروجي من غير جواز هيبقى شكله بايخ. ده غير بقى الشرشره وكلام الناس. انت عايز تقنعني انك هتتجوزها عشان كلام الناس؟ والله دي الحقيقه ودي نيتي. انا كل يوم بكتشف فيك حاجه جديده ما كنتش اتصورها. إذا كان أنا نفسي كل يوم بكتشف فيا حاجات غريبة ما كنتش أتصورها يا محمد بيه. ماما مش هنتغدى ولا إيه؟ ما قلتوليش بقى أعمل إيه على الغدا؟ النهاردة دوري في المطبخ. أنا نفسي في فتة بالخل والتوم، بس تكون باللحمة الضاني. الله، أنا نفسي فيها موت. ريهام يا حبيبتي، ما تنسيش إن مامي بتحب السلطة البلدي. ودي تيجي يا مامي، أنا طبعًا عارفة طلبك. وهعمل لك كمان سلطة الزبادي. بس أنا مش بحب اللحمة الضاني، ولا أنا ماليش رأي في البيت ده. أنا أول مرة أعرف إنك ما بتحبش اللحمة الضاني. أنت لو كنت سألتني زيهم كان زمانك عرفتي. عمر يا حبيبي، تحب تاكل إيه على الغدا وريهام تجهزهولك؟ أنا هتغدى بره عشان عندي شغل. هو ماله زعل قوي كده ليه؟ مالكيش حق يا ريهام، كان لازم تسأليه هو الأول. اسمعي يا حبيبتي، محمد دلوقتي عايش معانا في بيت واحد، يعني من حقه علينا نعرف بيحب ايه وما بيحبش ايه. هو انا بس عارفه حاجه يا مامي، محمد يغيب طول النهار بره، يا اما قاعد معايا ساكت ما بيتكلمش. يا ريهام يا بنتي لازم تعذريه، شغل الداخليه بيخلي الواحد روحه في مناخيره. كنت عايزاني اعمل ايه يعني وانا حاسس ان انا غريب في وسطكم؟ ده انتوا شكلكم كده عامل رباطيه عليا. انت ليه بتقول كده؟ لان دي الحقيقه، وانا كنت عارف ان ده هيحصل من الاول. يعني ايه مش فاهمه؟ يعني مفيش اقعد في بيت اهلك ده تاني. امال هنقعد فين بقى ان شاء الله؟ هنروح نعيش عند اهلي، على الاقل مش هحس ان انا غريب. بس انا بقى هحس اني غريبه. انت تمشي تابع جوزك يا ست هاني، ومطرح ما يروح تكوني معاه. يلا خشي لمي شنطتك خلينا نمشي من هنا. اسفه مش همشي. انت بتكسري الكلام يا ريهام؟ لا، لما تجهز لي شقه بقى عايش فيها لوحدي ساعتها هلمي شنطه هدومي وهمشي معاك. تتلو دراعي. انا بقول لك على الصح، بس ده لو انت عايز تعمله. واضح ان ارتباطنا من الاول كان غلط. ايه اللي جابك يا سيد؟ جاي اشوف ادى محمد. هو انا مش من حقي اشوفه ولا ايه؟ وهي يا ام من حقها ان ابنها يعيش معاها لسن 15 سنه. انا لسه هستنى ال 15 سنه، انا هطلع اخد الواد واللي يحصل. تعالى هنا انت اتجننت ولا مش مالي عينك؟ يا محمد ده انا عايز اشوفه يا محمد. المحكمه هي اللي هتخليك تشوف ابنك، غير كده مالكش اي حاجه عندنا. ولو في يوم من الايام يا ساهر سمعت انك قربت للواد هقطع لك ايدك. ماشي يا محمد. ماشي يا شاهين. هو ايه اللي حصل بس عشان يخليه يسيب البيت؟ انا عارفه بقى. طب يا حبيبتي ما نديش عليا ليه؟ كنت حاولت اصلح الامور ما بينكم بدل ما يسيب البيت ويمشي بالشكل ده. محمد مش حبيبنا يا مامي، ومش حاسس ان هو مرتاح عندنا. انا مش فاهم الولد ده ليه حساس بالشكل ده. اعذروه يا جماعه، مهما كان ده راجل وعنده نخوه، احساسه برضه انه عايش في بيت اهل مراته. ما انا برضه مش هروح اعيش معاه في بيت اهله. ليه ما عيب كده يا حبيبتي؟ ما يصحش اللي انت بتقوليه ده. الست تعيش جنب جوزها في المكان اللي جوزها عايش فيه. يعني انت عاجبك كلامه ده يا مامي؟ لا يا حبيبتي، انا مش عايزاكي تسيبيني وتمشي، بس انا كمان ما اقدرش امنعه. ما تقول حاجه يا بابي. مامتك بتتكلم صح، واذا كان محمد عايزك تعيشي معاه ببيت اهله فده من حقه، ومش من حقك انك ترفضي، خصوصا ان شقتكم خلاص بتجهز وهتنقلوا فيها. يا نهار اسود ومنيل، يا نهار اسود ومنيل. محمد محمد
خد اتفضل. اختك خرجت من البيت وراحت تتجوز الراجل اللي اسمه طاهر. طاهر ايه بس؟ انت بتهرجي يا ماما. يا ابني استنى، انا ما بهرجش. اختك بقى لها فتره طويله راكبه دماغها وعاوزه تتجوز الراجل ده. اهو حسام كلمها كتير لكن مفيش فايده. انتوا اتجننتوا ولا ايه؟ طاهر ايه ونيلت ايه؟ ده انا اتبعها قبل ما تعمل حاجه زي كده. وحسام باشا بعد ما عرف اللي حصل ما دبحش طاهر ده ليه؟ هو هيعمل لها ايه؟ ما هو نصحها وهي راكبه دماغها يعمل لها ايه؟ مش طاهر ده ما جايبه الزباله؟ الله، وهو ذنبه ايه يا ابني؟ ذنبه انه بقى زباله زيهم. ما تقولش على اخوك الكبير كده، ما تقولش على اخوك الكبير كده. انا ماليش اخ، انت فاهمه؟ انا ماليش اخ، انا اخويا مات. استغفر الله العظيم يا رب، استغفر الله العظيم يا رب. يا حماده، ريهام كلمتك؟ ولا اتصلت، وزي ما اكون ما صدقت ان انا سبتها ومشيت. انت غلطان برضه يا محمد، يعني كنت عاقبتها بطريقه تانية، مش لازم تسيب لها البيت. هو ده كان بيتي اصلا؟ انا كنت عايش وسطهم زي الضيف، كنتش مرتاح معاهم يا ماما وساكت، بس للصبر حدود. معلش يا حبيبي، هي كده دايما اول سنه جواز بتبقى مليانه مشاكل عشان مش بتقدروا تتطبعوا مع بعض، ومحدش فيكم هيقدر يغير التاني بالسرعه دي. واضح كده يا ماما ان انا اتسرعت في الجوازه دي. بالعكس بقى، البنت دي محترمه جدا وبنت ناس وبتحبك، واكبر دليل على ان ربنا بيحبك انك اتجوزتها. وبعدين المواضيع ما تتاخدش قفش، لو هي محجره دماغها في موضوع انت تلين شويه عشان تقدروا تتلاقوا في النص كده والمركب تمشي. المركب مش هتمشي غير بمزاجي انا، هو انا طرطور ولا ايه؟ وسيبيني بقى دلوقتي عشان عندي شغل مهم. طب ايه؟ ايه؟ ما افتح الباب اشوف مين. محمد، أنا جيت وجبت معايا شنطة هدومي عشان أعيش أنا معاك زي ما كنت عايزة. وإيه بقى اللي خلاكي تغيري رأيك؟ ما هو بابي ومامي أقنعوني إن أنا لازم أكون جنب جوزي في أي حتة أروح. رحت أنا لميت هدومي وجيت على طول. والله أصيلة يا بنت الناس. جيت إزاي؟ بابي ومامي وصلوني ومشيوا. أوضتك فوق على اليمين. حامش. طب يا ماما تصبح على خير. الله، انت مش عندك شغل يا ابني؟ شغل ايه من الله العظيم. تلاتة، يلا ربنا يكرمك يا ابني. يا محمد انت بتسألني انا في ايه؟ دلوقتي هتعرف بعد ما يخلصوا تفتيش. يخلصوا تفتيش؟ الحكومة دلوقتي بتفتش لعب الأطفال يا محمد بيه هلالي يا اخويا الصغير؟ لو انت الصادق، دول يفتشوا عن السلاح اللي انت بتهربه. يا حسام يا هلالي يا اخويا يا كبير. سلاح؟ انت اتجننت ولا ايه؟ احترم نفسك واتكلم كويس، انت مواطن وانا ضابط وبيفتشوا. واظن لحد دلوقتي انا بكلمك بكل احترام. ماشي يا باشا، ماشي يا سعاده الباشا. ادي الجمل وادي الجمال. شفت الادب؟ اكلمك بادب اهو. مفيش حاجه فهمت. يعني ايه؟ يعني مفيش حاجه يا سعاده الباشا. يعني عيب تبادل اخوك كبير قدام الناس. انا اللي مربيك. عشان انت اللي مربيني انا فاهمك كويس. بس حلو. ملعوبه يا حسين. بس مش كل مره هتسلم الجره. سلام يا سعاده الباشا المقدم. مساء الخير. مساء النور. محمد، ما سالتش على اختك شاهنده؟ بسال عليها ليه؟ ما اللي بيشيل قربه مخرومه بتخر على دماغه. هي مش سابتنا وراحت اتجوزت المعفن ده؟ عيب يا محمد اللي انت بتقوله ده، مهما كانت برضو اختك. اختي ايه ونيلتي؟ انا ماليش اخوات. يا محمد ما ينفعش كده. اختك شهنده وحسام اخوك، ما ينفعش تتكلم عليهم بالطريقه دي، ما ينفعش. بقول لك يا ماما، الاخ اللي اتحول من ضابط لتاجر سلاح ويعيش على دم الناس ما يشرفنيش انه يبقى اخويا. ايه التخريف اللي انت بتقوله ده؟ انت اتجننت يا واد؟ شكلها هي دي الحقيقه يا ماما. ما سالتيش نفسك جاب الفلوس والعربيه والشركه دي منين؟ ولا دخل عليك الكذبة اللي هو كدبها علينا؟ اخرس! انا ابني مش كذاب. قطع لسانك. انا ابني صادق في كل كلمه بيقولها. انا ربيتكم احسن تربيه. بس واضح كده يا ماما ان انت ربيتيهم غلط وما تمرش فيهم التربيه. ليه؟ ليه يا محمد؟ مش هو ده البيت؟
مش هي دي العيلة اللي شقيت طول عمري علشان ألملمها وألملمكم حواليا؟ دلوقتي بقيت أنا اللي غلطانة، أنا اللي غلطانة دلوقتي يا محمد. ليه؟ إيه اللي غلطت فيه؟ أنا غلطت في إيه يا محمد؟ غلطت في إيه؟ غلطت في إيه؟ نورت بيت اخوك. اتفضل يا محمد بيه. العز ده يا حسين. عز من فضل ربنا يا محمد بيه. فاكر يا حسين واحنا صغيرين؟ كنت دايما بتقول لي اوعى تغلط يا محمد، لان اللي غلط لازم هيتحاسب. صح يا محمد. اللي غلط لازم يتحاسب. انا هقبض عليك يا حسين. لان اللي غلط لازم يتحاسب. مش انت اللي علمتني كده. تقبض عليا؟ طب تعالى نقعد نتكلم الاول وبعدين ابقى اقبض عليك. انا ما شرفنيش اقعد في بيت زي ده، جاي فلوسه من دم ناس. حافظ على كلامك ولاحظ انك بتكلم اخوك الكبير. انا مدرك انا بقول ايه كويس. انا عارف ان انت تاجر سلاح يا حسين. تاني يا محمد؟ تاني تاجر سلاح؟ حرام عليك يا اخي، حرام عليك، انت بجد ظالمني. ما عشان في يوم وليله يا حسين تبقى عايش العيشه اللي انت عايشها دي، حاجه من التلاته، يا بتتاجر في السلاح، يا بتتاجر في المخدرات، يا اما ورثت. وانا متقاليش ان في حد في العيلة مات قريب. انا مش فاهمك، انا مش فاهمك يا محمد. انت كمان مستخسر فيا العيشه دي بعد القرف اللي انا شفته والظلم اللي انا اتظلمته مستخسرها فيا؟ انت قلبك اسود قوي يا اخي، وانا معرفش ان قلبك كده، معرفش. وانا معرفش ان انت كمان قلبك كده، بس من ساعه ما قابلت تتجوز الست اللي انت قتلت جوزها وانا انت اتجننت ولا ايه؟ افرض سمعتك انت ايه؟ اتخرجت في مخك؟ ست مين اللي انت بتتكلم عنها دي يا محمد؟ مفيش حاجة يا مان، أنا محمد شاكينو. مين الست اللي بتتكلم عنها دي يا محمد؟ أنت بتتكلم عني أنا؟ أيوة أنت يا إيمان. معتز ما ماتش بسبب المأمورية. مات إزاي يا محمد؟ حسام زقه من على الجبل ووقع غصب عني. والله العظيم ثلاثة غصب عني. احنا كنا واقفين لما كان منصور ليه حرام عليك؟ ليه؟ ده ايه الصحبة الحلوة؟ حسام بيه وطاهر باشا انزلوا لي. محمد انا مستعجل، مفيش وقت. مستعجل على ايه؟ ده بس ايه ده؟ لسه هنفتش العربيه. يا محمد تفتش ايه؟ بقول لك مستعجل. ازاي بس يا حسام هسيبك تمشي كده من غير ما تفتش العربيه؟ ده احتمال كمان بعد ما نفتش العربيه ناخدك معانا على الاداره. الاداره وحشاك قوي. يا ابني انت ما بتفهمش، بقول لك مستعجل. يا ابني اختك شاهينده وايمان في خطر. فتشوا العربيه. افتح الشنطه. دياب. ايوه دياب اللي انت فهمتني انك قتلته وطلعت كذاب يا محمد بيه. لا دي لعبه، شكلكم كده كلكم عاملينها عليا. هتقول لعبه؟ لعبه ايه؟ لما نعرف نفهم. افهم ايه؟ مش انت اللي قلت لي على طاهر؟ وطاهر ده اللي قال لي على دياب؟ وصلت بيك الوساخه يا حسام انك تورط اخوك عشان تهرب مجرم؟ مش وقته الكلام ده. بيقول لك ايمان وشاهينته في خطر، دياب خاطفهم. انت تخلص انت، كل المصايب دي بسببك. انا هحبسك يا طاهر. ده لو عرفت تمسك عليا حاجه. كل الكلام ده مش وقته يا محمد بيه. شاهين ده في خطر يا اخي، دي بهبكه اختك. الو دياب، انتوا في بينكم كلمات؟ اختك ومرتك حدان وولدك هما. ابني ازاي؟ مالك اتخلعت كده ليه؟ مش مرتك كانت حمله وهي ولدت على يدي والحمد لله. اسمع صوت ولدك. اسمع ايوه سمع حسك لابوك يا
زي الجوار. انا هخليك تسمع صوت اختك، اصلي مراتك تعبانه تعبانه. استنى شوي، افتحوا الباب، خلوا عندك رحمة. أنا لقيته أراء. فين؟ فين الواد أبو ولادها دلوقتي؟ فين؟ يا حسين الحقني ابنك، خدوا مني يا حسين. اهدي يا شهد، اهدي خالص، طمنيني يا مامي. الحقني يا حسين أبوي فين؟ لا ألو أختك شهند، شهند قطعت قلبي. اسمع يا ولد الهلال، زي ما قتلت ابويا واخويا وقتلت جابر وهو برفرف، فاكر ولا لا؟ حقتل ولدك، حقتل ولدك. اسمع يا ولد الهلالي، اسمع اسمع اسمع. ابني لا يا دياب، ابني لا، واعمل لك اللي انت عايزه. هذبحك، هذبحك يا دياب يا بطوش. طلع يا محمد، يلا افتح الطريق. محمد، محمد، يا نهار اسود، عملوا فيك ايه؟ هربوا في باب ورا، وراهم العنب. محمد، كان في موضوع كده انا عرفته وكنت عايزه اقول لك عليه. موضوع ايه؟ ان احنا يعني بقالنا شويه متجوزين ولسه يعني ما جبناش بيبي وكده. كنت لسه بفكر في الموضوع ده، ما تيجي نروح لدكتور؟ اصلا انا رحت للدكتور. رحتي للدكتور؟ وازاي تعملي حاجه زي كده من ورايا؟ وقال لك ايه؟ قال لي ان انا السبب، بس هو قال لي ان ممكن مع الوقت يكون في علاج واعرف اجيب بيبي. والعلاج ده هيطول؟ معرفش يا محمد، دي حاجه بتاعت ربنا. مالك يا محمد صهيمت كده ليه؟ يعني انا ممكن اتحرم ان يكون لي طفل؟ اتحرم ان يكون اب؟ هو ده كل اللي همك يا محمد؟ امال هيهمني ايه تاني؟ هيهمني ايه تاني؟ حسام كان بيعمل ايه هنا؟ بيته يجي فيه وقت ما هو عايز. لا ده مش بيته، ده بيت ناس محترمين، مش بيت لواحد زيه. ما تقولش كده على اخوك. لا هقول، حسام خلاص يا ماما بقى من اكبر تجار السلاح اللي في البلد، وحط ايده في ايد دياب اللي قتل مراته وابنه. لا واستغل خبرته في الشرطه وفي الداخليه عشان يسهل له عمليات التهريب. اظن ده اكبر دليل ان سجنه ما كانش صدفه ولا ظلم. حرام عليك، ما تقولش على اخوك كده. هي دي الحقيقه اللي انت بتحاولي تنكريها. كفاية بقى، كفاية، حرام عليك كفاية. انت لسه برضو مش مصدقة؟ ماشي، بس انا يوم ما اقبض عليه وادخله السجن تاني هتصدقي ساعتها. عاوز تقبض على اخوك يا محمد؟ اه يا ماما هقبض عليه، ما قداميش حل تاني، ده الحل الوحيد اللي قدامنا عشان العيلة ترفع راسها في وسط الناس. لو اخوك كان غلطان المفروض انك تقف جنبه وتعقله وتحميه من شر نفسه، مش تقبض عليه عشان ترقية ولا علاوة. يا خسارة عمري اللي راح عليكم، يا خسارة تربيتي فيكم، يا خيبة أملي فيكم، يا خيبة أملي فيكم. انت قاعدة كده ليه؟ مستنياك. خير؟
انا عايز اعرف انت هتعمل معايا ايه لو الدواء ما جابش نتيجه وما عرفتش اخلف. الموضوع ده سابق الاوان يا ريان. لا هو ده اوانه، وانا مش هسيبك الا لما تقولي. اقولك ايه؟ هتعمل معايا ايه لو طلعت ما بخلفش؟ ما اعرفش، بس اللي اعرفه ان انا من حقي كل ابني زي بقيه خلق الله. يعني ايه يا محمد؟ لو انا طلعت ما بخلفش تروح تتجوز عليا؟ قلت لك الكلام ده سابق الاوان. وانا مش هستنى ما يجي اوانه. يعني يعني انا في بيت اهلي وتبعت لي ورقه طلاقي. اتجننتي ولا ايه؟ سيبني يا محمد بقى. يا ريهام في 60 ده. ريهام اوعى كده. ريهام يا ريهام استنى كده. انت ايه اللي عملته ده؟ كسرت بخاطر البنت بدل ما تطبطب عليها في موضوع اساسا هي مالها ذنب فيه. وانا ذنبي ايه؟ وانا مش من حقي كل ابني يا ماما زي بقيت خلق الله. خلي بالك يا محمد، انت مش شايف غير نفسك وبس، وبتغلط في كل الناس اللي بيحبوك. هما اللي خذلوني، هما اللي طلعوا زباله، كلهم زباله. ولا انت عايزين افضل احسس عليهم وافضل اطبطب عليهم ومحدش يراعي مشاعري؟ هما اللي غلط يا ماما، هما اللي غلط مش انا. انا مش عارف ايه اللي بيجرالي ده يا ماما. لكل فعل رد فعل، واكيد اللي بيحصل لك ده نتيجه افعالك. انا مش غلطان في حاجه، والله العظيم ثلاثة انا مش غلطان في حاجه. كل اللي بيحصل حواليا ده خارج عن ارادتي. وجرحك لمراتك ودوسك على جرحها ده خارج عن ارادتك برضو يا محمد؟ انا اتصدمت لما عرفت ان انا ما بتخلفش. كان نفسي اكون اب قوي. انتوا ليه مستكترين عليا ان انا ازعل؟ ليه دايما انا اللي لازم اصالح واتاسف؟ وحسام، مش حسام هو اللي غلط؟ مش هو اللي هد كل المعاني الحلوه اللي كنت شايلها له جوايا؟ طول عمرك بتنصفي هو، طول عمرك بتبرري له غلط، دايما كنت بتيجي عليا. ودلوقتي لما حد يغلط ليه مش عاوزين نعاتبه او ازعل منه على الاقل؟ عاتب وازعل زي ما انت عاوز، ما دام انت على حق. بس بلاش تدوس على جروح الناس، بلاش تقول للاعور انت اعور في عينه عشان ما تجرحوش اكتر ما هو مجروح. ما اعرفش يا ماما، ما اعرفش اكون بوشي. مش انتوا اللي علمتوني كده، مش انت وحسام اللي علمتوني اقول الحق. انا زعلان قوي يا ماما، زعلان عليا وعليكي وعلى اللي حصل لنا. احنا ليه حصل لنا كده؟ اللهم اني لا اسالك رد القضاء، ولكني اسالك اللطف. ريهام بنتي اللي امنتك عليها يا محمد؟ معقول يا محمد تسيبها تنزل لوحدها في نصاص الليالي؟ كانت ساعة الشيطان وراحت لحالها. للاسف يا محمد ساعة الشيطان بينت اللي جواك. انت فهماني غلط يا ريهام. لا انا كنت فهمك غلط، بس دلوقتي فهمتك صح. انت اناني وما بتحبش الا نفسك. ما تظلميش اكتر من كده، انت مش فاهمه اللي انا فيه. وانت ليه ما فهمتش اللي انا فيه؟ وبدل ما تقف جنبي دوست عليا اكتر. انا مستعد نكمل سوا غير ما تخلفي خالص، انت عندي اهم حاجه في الدنيا. وهتكمل معايا ايه بقى؟ شفقة ولا تضحية؟ لا هكمل معاك عشان بحبك. بتحبني؟ الحب يا محمد انك تاخد وتدي، وانت عايز تاخد وبس. وانا مش هقبل ان يجي عليا يوم تتجوز عليا علشان خاطر تجيب بيبي. وليه انت شايفهم ده؟ انت مش قلتي بالعلاج في امل؟ ياه تصدق ان انا كنت مستنيه اسمع منك الكلمتين دول لما جيت حكيت لك. ساعتها لو كنت قلتهم كنت هفضل مخدوعه فيك. انما دلوقتي خلاص احساسي بالامان معاك راح ومش هيرجع تاني. ولو سمحت بقى طلعني. طب ندي بعض فرصة تانية، كل واحد يقعد مع نفسه يفكر ونشوف القرار اللي هنوصل له. أنا قراري خطه ومش هرجع فيه. واضح طبعاً أنا مش عايزة تعيش معاك، ويا ريت زي ما دخلنا بالمعروف نخرج بالمعروف. اديني فرصة تانية يا ريهام. فرصة تانية؟ إحنا ادينا لك أكتر من فرصة يا محمد. وقفنا جنبك في أصعب الظروف اللي مريت بيها، وجددنا فيك الثقة أكتر من مرة. لكن للأسف ثقتنا دي ما كانتش في محلها. أنا اتمسكت بيك ووقفت قصاد أقرب الناس ليا عشان أبقى جنبك في وقت أنت كنت فيه ضعيف، لكن أنت مع أول لحظة ضعف واجهتني عاتبتني عليها ومشيت وسبتني. أنا بحبك. مبقاش ليه لازمة الكلام، ويا ريت تنفذ بقى اللي طلبته منك. لازم تفهم إن أنا لما وافقت إن أنا أجوزك بنتي أنا كنت فاكر إن ده فيه سعادتها، لكن تحزنها وتبيتها كل يوم بدموعها يبقى قلتك أحسن يا حضرة الظابط. وإذا رفضت إنك تطلقها أنا هيبقى لي شغل تاني معاك.
انت لما قلت لي انك ما بتخلفيش انا اتجرحت اكتر منك مليون مره، وصدمتي كانت اكتر منك بكتير. عارفه ليه؟ عشان كان نفسي قوي اخلف طفل مني، يمكن ده اللي خلاني اتعصب ساعتها واخرج عن شعوري. انت طالق يا ريهام.